سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، طبتم وطابت أوقاتكم. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، ويقدم لكم النشرة في هذا المساء كل من خالد العلمي وعبد الداهر. وكالمعتاد نستهل النشرة ببسم الله الرحمن الرحيم، وإليكم أهم العناوين. وزارة الطاقة تواصل عملياتها للقبض على المعدات الكهربائية المزيفة، وذلك في سوق الرياض. ودوليا أعمال العنف وبوادر الإبادة تظهر في إفريقيا الوسطى مجددا. تلكم كانت مقدمة النشرة، وإليكم تفاصيلها مع زميلة أو عبدي. أهلا بكم. تواصل وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية بتعاون وثيق مع أقسام الجمارك والدرك الوطني وعناصر المسلحة الكهرباء عملياتها الواسعة النطاق الهادفة إلى مكافحة المعدات الكهربائية المزيفة التي تباع في المحلات للمواد. وتأتي هذه العملية عقب اندلاع سلسلة حرائق مؤخرا في البلاد أدت إلى خسائر جسيمة وتدمير العديد من المنازل، وذلك بسبب استخدام الأدوات الكهربائية المزيفة. هذا وأجرت الجهات المعنية البحث عن هذه المعدات الكهربائية المزيفة في المخازن ومحلات بيع المواد الكائنة في مجمع الرياضة التجاري والتي تباع فيها بأسعار رخيصة. هذا وستضاعف وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية بتعاون وثيق مع أقسام الجمارك والدرك الوطني إذا جهودها الرامية إلى مكافحة الأدوات الكهربائية المزيفة. قامت جمعية ميديمال للجزارين بتعزيز أعمالها في المسلخ الواقع في بلدية بلبلة قرب ساحة بيع الأغنام، وذلك عقب حصولها الاعتراف من قبل الجهات المعنية باعتراف الجمعيات. وتقوم هذه الجمعية بتنظيف المسلخ وتهيئة لقيام بمهمة ذبح الأغنام وتوفير البيئة الملائمة للجزارين أثناء تأدية أعمالهم. وفي مداخلة لرئيس الجمعية السيد نور حسن درر أشار إلى أهمية تأسيس هذه الجمعية وحصولها على الاعتراف، وذلك لصالح الجزارين. وقدم السيد نور حسن شكري لكافة السلطات التي سهلت إجراءات الاعتراف، كما شجع أعضاء الجمعية ببذل مزيد من الجهود لتطوير أعمالهم في مجال ذبح المواشي. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي شجع الجمعيات بالقيام بإنتاجية وبذل المزيد من الجهود الجبارة لأجل تلبية احتياجات المواطنين. في إطار برنامج ترقية وحماية حقوق الإنسان والطفل، نظمت لجنة الإدارة المجتمعية في الحي 19 لإدارة المجتمعية في بلدية بلبلة حفلا مكرسا لتوعية الأهالي حول حقوق الطفل، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في هذين الحيين. ونظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وذلك مسعى لتوعية المجتمع حول عدة مسائل متعلقة بالطفل، منها حقوق الأطفال وحقوقهم في الحصول على البطاقات الهوية الوطنية، وموضوع التخلي الكامل عن ممارسة الختان الأنثوي ومكافحة المخدرات. وشارك في الحفل الذي يهدف إلى توعية أهالي هذا الحي حول حقوق الأطفال عدد كبير من النسوة والشباب القاطنين في هذا الحيين في هذين الحيين. كما تم خلال هذا الحفل توعية جميع المشاركين على ضرورة احترام حقوق الأطفال وتقديم المعلومات اللازمة لأولياء أمور الأطفال على وأهمية تعليم أطفالهم فيما يتعلق بجميع المناهج الدينية والتعليمية والصحية وغيرها من المناهج. وفي مداخلة لأحد المشاركات في هذه المناسبة أعربت عن شكرها وامتنانها وتقديرها لجميع من ساهم في تنظيم هذه الحملة التوعوية. عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت في بعض المناطق الداخلية وبعض النواحي التابعة لمنطقة الدخل، والتي سببت فيضانات وسير الأودية في هذه المناطق، يعلن والي دخل السيد محمد الشيخ حسن لسائقي المركبات والشاحنات التي تعبر الطريق الوطني رقم 1 وبخاصة الطريق الذي يمر بين الدخل وقلافي أنه تم افتتاح مسار واحد من قبل الدرك الوطني، ولكن ما زال المسار الثاني مسدودا بمياه الفيضانات، وأن حركة المرور صعبة، يدعو الوالي إلى الاتصال بالدرك الوطني
للحصول مزيد من المعلومات. والجدير بالذكر أن إقليم الداخل شهد مساء أمس الأول هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول عارمة قطعت الطرق الرئيسية في هذا الإقليم. وكان والي إقليم دخل السيد محمد شيخو قد أشار إلى صعوبة مرور شاحنات النقل الإثيوبية في الشارع الذي يربط جيبوتي بجلافي حتى تتوقف السيول. في إطار تعميق التواصل المعرفي والعلمي المتعدد الأوجه بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبعد مضي ما يزيد عن 3 عقود على افتتاحه والدور الرائد الذي يلعبه المعهد الإسلامي في جيبوتي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود للإسلامية للنهوض باللغة العربية في جيبوتي، فضلا عن آفاقها المستقبلية، عقد مدير المعهد الإسلامي في جيبوتي السيد عتيق بن سليمان الحمدي مناسبة للإعلان عن فتح مركز للتعليم عن بعد للحاصلين على شهادة ثانوية عامة معترف بها لدى عمالة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعلى الراغبين بالتسجيل لبرامج التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 التقدم ابتداء من اليوم 6 في شهر سبتمبر القادم حتى 5 من شهر أكتوبر لهذا العام. هذا ويهنئ عميد شؤون المعاهد في القاهرة الدكتور عبد الله بن حضيض السلمي هذه الفرصة لأبنائه الجيبوتيين. والجدير بالذكر أن التشجيع الذي وجده المعهد الإسلامي من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي يدل على مدى قوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، حيث حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على افتتاح هذا المعهد التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في جيبوتي. وإلى الساحة الدولية، حيث حضر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية البريطاني ستيفن أوبراين من بوادر إبادة تظهر في إفريقيا الوسطى حيث يتسع نطاق أعمال العنف. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن ونقل دبلوماسيين فوح، وقال أحد الدبلوماسيين أن أوبراين ردد خلال هذه المحادثات التي لم تكن مدرج على جدول أعمال الرسمي للمجلس ولم يسمح للصحافة بحضورها ما سبق وقاله في مطلع أغسطس خلال اجتماع في الأمم المتحدة. وقال خلال ذلك الاجتماع عارض نتائج رحلة قام بها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، شدد وأكد فيها أن هناك بوادر تنذر بالإبادة، داعيا إلى إرسال المزيد من العسكريين والشرطيين للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة للسلام في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة. وأثار تصريحاته في مطلع الشهر في شهر أغسطس داخل المنظمة الدولية التي لا تزال تحت وطأة الصدمة جراء فشلها في منع وقوع الإبادة في مختلف البلدان الإفريقية. وتنشر الأمم المتحدة أكثر من 12,000 عسكري وشرطي في إفريقيا الوسطى للمساعدة على حماية المدنيين ودعم حكومة الرئيس فوستن الذي انتخب في العام الماضي. ذكرت صحيفة أول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن البحرية الأمريكية تعتزم عزل الأميرال جوزيف قائد الأسطول الذي شهد 4 حوادث تصادم في آسيا وقتل فيها إثرها عدد من البحارة في الآونة الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهما إن أوكين قائد الأسطول السابع الذي مقره في يوكوسوكا باليابان سيعزل من القيادة يوم الأربعاء فيما يتعلق ب4 حوادث تصادم وقعت منذ يناير الماضي. وقالت الصحيفة إن مسؤولي البحرية امتنعوا عن التعليق. وذكرت الصحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن البحرية الأمريكية تعتزم عزل الأميرال قائد الأسطول الذي شهد 4 حوادث تصادم في آسيا. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم بأن الأسطول السابع الذي مقره سيعزل من قيادة في الأسبوع القادم. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.